تونس تتسلم طائرة نقل ثانية لتعزيز القدرات العملياتية لجيش الطيران. ومحكمة الاستئناف العسكرية تؤجل النظر في قضية شهداء الثورة وجرحاها بدوز إلى فيفري القادم. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم إلى نشرة الظهر. نبدأ النشرة بتطورات الوضع الأمني في فرنسا، إذ ما تزال الأبحاث متواصلة في العملية الإرهابية التي استهدفت أمس صحفي صحيفة شارلي إبدو. في الأثناء اهتزت الأوساط الفرنسية اليوم أيضا على وقع حادث إطلاق نار ثان في جنوب العاصمة الفرنسية باريس. قد أسفرت العملية حسب الشرطة الفرنسية عن مقتل شرطية وإصابة موظف بلدية بجروح، بعد أن فتح رجل النار عليهما بسلاح رشاش. ولم تؤكد المصادر الأمنية بعد مدى ارتباط الواقعة بحادث إطلاق النار الذي وقع أمس بصحيفة شارلي إبدو. من جهة أخرى، جد انفجار وصف بالمتعمد أمام أحد المطاعم بالقرب من مسجد في فيل فرانش سيرسون في وسط شرق فرنسا دون أن يقع ضحايا حسب ما أفاد مصدر قضائي. نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية قولها إن العمل إجرامي. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أعلن اليوم في فرنسا يوما للحداد. في الأثناء يتواصل تعقب المشتبه بهما الرئيسيين في الهجوم على صحيفة تشارلي إبدو الساخرة. في الهجوم على الصحيفة والذي أوقع 12 قتيلا وسلم مشتبه به نفسه إلى الشرطة شمال شرقي فرنسا. هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي عن توقيف 7 أشخاص رهن التحقيق. فيما تتواصل عمليات تعقب المشتبه بهما في الهجوم على مكتب صحيفة تشارلي إبدو، قال مسؤول بمكتب ممثل الإدعاء في باريس اليوم أن شابا عمره 18 عاما تسعى الشرطة للقبض عليه في الهجوم سلم نفسه عن طواعية إلى الشرطة في شمال شرق فرنسا بعدما رأى أن اسمه يتم تناقله على شبكة الاجتماعية. مسؤولون في الشرطة الفرنسية قالوا إنهم تعرفوا على هويات منفذ الهجوم، وهما الشقيقان سعيد وشريف الكواشي وهما في الثلاثينيات من العمر، وحميد مراد 18 عاما. وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف أعلن عن إيقاف 7 أشخاص رهن التحقيق، وكان مصدر قضائي أفاد قبل ذلك عن اعتقال 7 أشخاص بينهم رجال ونساء من أوساط الشقيقين اللذين تم التعرف على أنهما منفذ الهجوم ولا يزالان إلى الآن فارين. من جهته أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لإحدى الإذاعات أن الشقيقين الملاحقين للاشتباه بهما كان ملاحقين بلا شك من أجهزة الشرطة، غير أنه لا يوجد مستوى صفر من المخاطر على حد تعبيره، مشددا على الصعوبة التي تواجهها الشرطة بسبب عدد الأشخاص الذين يشكلون خطرا. وإثر هذا الاعتداء الإرهابي وجه رئيس الجمهورية البلجي قائد السبسي برقية تعزية إلى الرئيس فرانسوا أولوند، عبر له فيها عن تنديد تونس بهذا العمل الإرهابي الجبان وتضامنها مع الشعب الفرنسي الصديق. كما تتالت الإدانات الدولية للهجوم على مقر صحيفة شارلي إبدو، بينما تجمع آلاف الأشخاص في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية تعبيرا عن تضامنهم مع صحفي شارلي إبدو. في حركة شعبية مستنكرة للهجوم على مقر مجلة تشارلي إبدو الساخرة، تجمع أكثر من 5000 شخص الليلة الماضية للتعبير عن غضبهم في ساحة لا ريبوبليك في قلب العاصمة الفرنسية باريس التي لا تبعد كثيرا عن موقع الهجوم، وذلك تلبية لدعوة نقابات وجمعيات ووسائل إعلام وأحزاب. يأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تتنامى فيه موجة الاستنكار الدولي للهجوم، فقد اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم جريمة غير مبررة ارتكبت بدم بارد، بينما شجب مجلس الأمن الدولي هذا الهجوم على مقر الصحيفة الساخرة ووصفه بالإرهابي الهمجي الجبان، داعيا إلى إحالة مرتكب الهجوم للعدالة.
السلطات الإيطالية من جانبها استنكرت بشدة حادث إطلاق النار على مقر الصحيفة، ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الهجوم بالمذبحة المروعة، معربا عن استعداد بلاده إلى الوقوف مع فرنسا في نضالها ضد الإرهاب حسب قوله. وفي أنقرة نددت الحكومة التركية بالهجوم وأعربت عن استعدادها لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله بغض النظر عن مصدره ودوافعه، وانتقدت في هذا السياق العنصرية وكراهية الأجانب في أوروبا داعية إلى مكافحتها بطريقة موحدة. وفي سياق متصل بسلسلة التنديدات، أدان من جهته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أسبوعية شارلي إبدو في باريس، مؤكدا استعداده لمواصلة التعاون في مواجهة الخطر الإرهابي في العالم. في الشأن الوطني، مثل الوضع الأمني في البلاد ومتابعة مجهودات قوات الجيش الوطني في مقاومة الإرهاب إضافة إلى الوضع الأمني على الحدود مع شقيقة ليبيا، مثل محور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بوزير الدفاع الوطني غازي جريبي صباح اليوم بقصر قرطاج. ويتناول اللقاء سبل تطوير المنظومة العسكرية من خلال توفير المعدات اللازمة لمواجهة خطر الإرهاب. هذا تسلمت وزارة الدفاع الوطني اليوم في إطار الصفقة المبرمة بينها وبين شركة لوك هيد مارتن طائرة نقل ثانية من نوع C-130G بعد أن تسلمت طائرة أولى من نفس الصنف في وقت سابق. وقال وزير الدفاع الوطني غازي جريبي خلال إشرافه على حفل تسليم الطائرة الذي جرى بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جاكوب وولس، قال إن وزارة الدفاع الوطني تثمن مجهودات الإدارة الأمريكية لتعزيز القدرات البرية والبحرية والجوية لتونس، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية، مضيفا أن هذه الطائرة ستعزز القدرات العملية لجيش الطيران. في موضوع آخر، أجلت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهيدي الثورة بدوز وجرحاها إلى 19 من فبراير القادم، ذلك استجابة لطلب شقي الدفاع. محامو القائمين بالحق الشخصي طلبوا التأخير لتقديم طلبات، في حين طلب لسان الدفاع عن المتهمين التأجيل لإعداد وسائل الدفاع. جلسة حضر خلالها المتهمان اللذان وجهت لهما تهمة القتل العمد ومحاولة قتل نفس بشرية. ولدى استنطاقهما نفى التهم الموجهة إليهما، وتعود وقائع قضية شهيدي الثورة بدوز وجرحى إلى 12 من جانفي 2011، وخلالها سقط شهيدين وخمسة جرحى. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن عون أمن بمنطقة العوينة التابعة لولاية تونس تعرض صباح اليوم إلى محاولة اعتداء بسكين من قبل شخص ملثم لاذ إثرها بالفرار. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن رجل الأمن تصدى للمعتدي وقد تلقى الإسعافات اللازمة بالمستشفى قبل أن يغادره في حالة صحية جيدة. رصد خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية 133 تحركا احتجاجيا فرديا وجماعيا، كان ضمنها 26 تحركا احتجاجيا عبر الانتحار أو محاولة الانتحار، أرقام قدمت خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديم تقرير حول التحركات الاجتماعية لشهر ديسمبر الماضي. كما تطرق المتداخلون إلى آخر المستجدات في التحركات الأخيرة بالحوض المنجمي برديف، تم عرض لبرنامج تظاهرة أجام في شهر الحراك الاجتماعي الذي سيمتد على يومين. غدا هنالك التقاء لمختلف الحركات الاجتماعية اللي قاعدة تناضل، ونعتبر الحركات هذه المسحوقة اللي ما اليوم ما تمتعتش بالحد الأدنى مثل عمال المناولة، عمال الحظائر اللي فقدوا الشغل متاعهم، عاملات قطاع النسيج، كذلك عائلات المفقودين من الهجرة. هناك التقاء لمختلف هذه الحركات، وهذا الالتقاء في نظم غدوة مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة، هناك جلسة عامة لهذه الحركات هي باش تتكلم في بورصة الشغل، هي اللي باش تعدي الرسالة نتاعها والمطالب نتاعها. ونحن كمنتدى نريد تبليغ رسالة للحكومة القادمة حول أولوية وأهمية هذه الملفات الاجتماعية. نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل اليوم ندوة وطنية للنهوض بمراكز الفتاة الريفية. قد تضمن برنامج الندوة محاور تعلقت بواقع هذه المراكز وأفاقها وسبل تطوير صيغ التكوين بها. نتابع.
واقع مراكز الفتاة الريفية وأفاقها وكيفية النهوض بها وتطوير مستوى التكوين الموجه للفتاة الريفية داخل هذه المراكز من أبرز محاور هذه الندوة. نحب نشوف تطلعات مختلف الأطراف المعنية بتكوين الفتاة الريفية أو تكوين الفتاة في الوسط الريفي، وشنية مستويات التأهيل الواجب توفيرها وتأمينها بهذه المراكز في علاقة بمستويات التعليم وفي علاقة بسن المترشحات لمتابعة التكوين. وقد استعرض المشاركون أيضا أبرز الإشكاليات التي تواجهها مراكز الفتاة الريفية وعددهم 14 مركزا موزعة على 13 ولاية. أبرز الإشكاليات هي في الحقيقة مشكلة الاستقطاب وعزوف بعض الفتيات على الإقبال على المراكز، وهذا لاحظناه خاصة في السنوات الأخيرة. بالنسبة لنا احنا التجهيزات موجودة، فما مشاريع متاع إعادة هيكلة ل 12 مركز فتاة ريفية. ولدى إشرافه على افتتاح أشغال هذه الندوة أكد وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري ضرورة تطوير صيغ التكوين ومستويات التخرج بمراكز الفتاة الريفية. احنا النظرة متاعنا تو الاستراتيجية توضحت للمراكز هذه باش تكون عندها دور تكويني بالأساس تكوين مهني، يلزم نمكنوا الفتاة الريفية من التكوين بنعطيوها شهايد بعد التكوين، باش نعملوا اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن باش الفتاة الريفية تتحصل على قرض صغير تعمل به مشروع. وقد تم على هامش هذه الندوة تكريم عدد من مديرات مراكز الفتاة الريفية المتقاعدات. في موضوع يتصل بتأثير موجة الثلوج والبرد على القطاع الفلاحي، شهدت معتمدية فوسان من ولاية القصرين تضرر مساحات هامة من الأراضي الفلاحية وتدمير مئات الهكتارات من الشباك الواقع جراء تهطل كميات كبيرة من البرد والثلوج في الآونة الأخيرة، ما تسبب في خسائر فادحة لفلاحي الجهة. تو الأرض بحياتنا كلنا احنا، واش نفعلوا تو؟ هبط شيء من ربي. بهذه الكلمات البسيطة لخص السيد الكامل الروافي تبعات الكارثة التي حلت بأرضه وأتلفت محصوله، وأضحى السيد الكامل رهين الديون المتراكمة والخسائر التي خلفتها العواصف الثلجية. مسجرية مشت من الغطاء مشاء امتاعها وكمبينات امتاع الواحد الصاصيات هذه الغطوات كل مقيد على ورنه مشت الكل. سنوات كثيرة قضاها فلاح فوسان في تهيئة هذه الأراضي وغرس الأشجار لتقسو عليهم الطبيعة اليوم وتأتي على أراضيهم وما حملت. أكثر من 1200 شجرة، هاكم تشوفوا حاليا المنظر الكارثي الموجود، الأشجار كلها تكسرت وتضرت بريسك بنسبة 100%. وما بقى منها حتى شيء، الأشجار هذه عمرها أكثر من 10 سنوات، باش نعاود نبني من جديد ونعاود من جديد، يلزمني وقت ويلزمني فلوس ويلزمني برشا حوايج. لا هنا بلاصة معناها نخدم كل فلاحة ما عندنا حتى شيء، إذا كان صار فينا معناها في المشروع نتاعنا كيف هكا معناها سي أصبحنا بطالة، إحنا ما عندنا ما نخدم وما عندنا ما نعمل. قاعدين نعمل في الجرد ونماثل السلطات المعنية المركزية تظهر الإذن أنه باش نشوفوا اللي الناس أخذت المنح نتاعها وتضرت الواحد نتاعها باش تعاود تاخذ المنح مرة ثانية وتوقع معناها جبر الأضرار للمتضررين هذونا. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث من جهتها عقدت اجتماعا طارئا لبحث تبعات العواصف الثلجية ورفع مستحقاتها من إمكانيات ومعدات إلى الوحدات المركزية. توفير أكثر عدد ممكن من الآليات، وخاصة توا احنا قاعدين ندرسوا مع السيد رئيس اللجنة، فما وسائل تنجم تكون ناجعة وتدخلها به، خاصة في مثلا جرارات تكون معها آلة مسح للثلج أمامية أو سيارات رباعية الدفر بها آلة لمسح الثلج. خسائر مادية فادحة خلفتها العواصف الثلجية التي شهدتها ولاية القصرين خلال الأيام الماضية، والمطلوب حسب المتضررين تدخلات جدية لجبر أضرارهم. في ليبيا أكدت الحكومة أنها تسعى للقيام بحوار وطني شامل يجمع كافة الفرقاء لوضع أرضية صلبة تنطلق منها ليبيا إلى المستقبل بسواعد جميع أبنائها بمختلف أطيافهم وأفكارهم السياسية دون إقصاء أو تهميش لأي طرف. وعبرت الحكومة عن امتنانها للدول العربية على مواقفها تجاه الشعب الليبي ووقوفها إلى جانب الشرعية متمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنها. وجددت الحكومة الليبية في السياسة
سياق ذاته موقفها الثابت من أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد. أدت العاصفة الثلجية التي تضرب عدة دول عربية في الشرق الأوسط إلى تعميق معاناة ألاف اللاجئين السوريين الذين يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة وسط تدني درجات الحرارة وقلة وسائل التدفئة، أزمة عمقها رفض وكالات الإغاثة نقل اللاجئين من المناطق التي ضربتها العاصفة. قد تلخص هذه الصور حجم الكارثة الإنسانية التي بات يتكبدها آلاف اللاجئين السوريين الذين حاصرتهم الثلوج في بقاع شرق لبنان، كارثة طبيعية زادت من معاناتهم بعد أن عجزت هذه الخيام والملاجئ المؤقتة على احتوائهم في ظل تدني درجات الحرارة وقلة وسائل التدفئة. وقد تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت عدة دول في الشرق الأوسط ورافقها هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة في وفاة طفلة بعد أن غطت الثلوج نحو 40 خيمة، كما تسببت هذه العاصفة في قطع العديد من الطرقات الجبلية ما صعب عملية الوصول إلى مخيمات اللاجئين في عدة مناطق. المعاناة ذاتها يتكبدها آلاف اللاجئين السوريين في دول مجاورة أخرى على غرار الأردن وتركيا، حيث تتعرض مخيمات النازحين لعواصف مسحوبة بأمطار غزيرة تسببت في غرق كثير من الخيام، خاصة مع غياب دور المنظمات في بعض الجوانب الخدماتية، أزمة عمقها رفض وكالات الإغاثة فكرة نقل آلاف اللاجئين السوريين الذين يعانون تحت وطأة الطقس السيء إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بسبب العدد الكبير للاجئين. في ظل التطور التكنولوجي وما صاحبه من عزوف عن المطالعة وفي محاولة لإيجاد السبل الكفيلة لإعطاء دور للكتاب، احتضنت مدينة طوزر ملتقا جمعيتي للمكتبات حول أهمية الكتاب والمطالعة وسبل الارتقاء بالمكتبات العمومية، وذلك بمشاركة عدد من المحاضرين والمثقفين وأمناء المكتبات العمومية. دور المطالعة في نحت الشخصية واندماجها الاجتماعي ومن أجل رؤية متجددة لوظائف المكتبات هي من أحد أبرز المحاور التي طرحت في الملتقى الجمعياتي للمكتبات تحت عنوان الحوار الوطني المجتمعي حول المكتبات والمطالعة، والذي انتظم بمدينة طوزر ملتقى حضره مجموعة من المحاضرين والمثقفين وأمناء المكتبات. الحوار هذا هو فرصة لرصد واقع المكتبات والمطالعة وتشخيص واقع هذه الشبكات المكتبية وإيجاد السبل الكفيلة من أجل تنمية المهارة القرائية في المجتمع التونسي وانخراط تونس في المجتمع المعرفة يتطلب النهوض بالمكتبات والمطالعة. التمسك بالكتاب كأحد أبرز المصادر الأساسية لتربية الناشئة والحفاظ عليه باعتباره مكسب ثقافي أساسي لبناء الأجيال هي من أهم الحلول التي اقترحها المفكر يوسف الصديق. لازم التونسي يعتقد اللي هي يمكن أكبر نقطة انطلاق هي العودة إلى الكتاب، وحضارتنا حضارة كتاب، خاصة أولا احنا العرب المسلمين ثم حتى البحر المتوسط الكل علاقته هو اللي اخترع الكتاب، كلمة الكتاب هو اللي اخترعها. إرساء ثقافة المطالعة في المجتمع وإعادة هيكلة وظيفة قطاع المطالعة العمومية هي من أبرز الاقتراحات بعد العزوف الكبير لرواد المكتبات. الهدف بصفة عامة هو معناها إعطاء قيمة للكتاب والمطالعة العمومية والمرافق العمومية اللي هي المكتبات في ظل تحولات التكنولوجية والرقمية الحديثة. النهوض بالمكتبات والاهتمام بالكتاب باعتبارهما من أهم الروافد الأساسية لتأمين وتنمية ميولات القارئ وإكسابه مزيدا من المهارات، وترسخ لديه ثقافة دائمة وثابتة وتحث الناشئ على المحافظة على الكتاب باعتباره النواة الأولى للمعرفة. في أخبار الرياضة، وضع البلجيكي جورج كانس القائمة النهائية للاعبي المنتخب الوطني الذين سيشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 15 و2000 بغينيا الاستوائية، وسجلت القائمة غياب ياسين الميكاري بداعي الإصابة. أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تربصه التحضيري بمدينة المنستيرة استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق قريبا بغينيا الاستوائية،
حيث تتحول العناصر الوطنية التونسية غدا إلى مدينة الحمامات لاستكمال باقي التحضيرات قبل ملاقاة المنتخب الجزائري وديا. المدرب الوطني جورج ليكانس كان حدد أمس القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعبا، والتي شهدت استبعاد الظهير الأيسر للنادي الإفريقي ياسين المكاري بداعي الإصابة، على غرار أنيس بن حتيرة الذي تأكد غيابه عن النهائيات منذ 3 أيام، فضلا عن يوهان توسغار والذي لم يتمكن من الالتحاق بالمجموعة بسبب ضغوط من ناديه الفرنسي لانس. القائمة تتألف من معز بن شريفية وأيمن البلبولي وفاروق بن مصطفى في حراسة المرمى. وبالنسبة لخط الدفاع فتم توجيه الدعوة لكل من أيمن عبد النور وبلال المحصني ومحمد علي اليعقوبي وصيام بن يوسف ورامي البدوي وحمزة المثلوثي وعلي معلول وسليم بن جميع لاعب لافال الفرنسي. ويتكون وسط الميدان من كل من حسين الراقد وستيفان حسين ناطر والفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف ومحمد علي المنصر وياسين الشيخاوي ويوسف المساكني ووهبي الخزري وجمال السايحي، فيما يتألف خط الهجوم بن صابر خليفة وحمزة يونس ومحمد أمين الشرميتي. ويخوض المنتخب الوطني كأس أمم إفريقيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من زامبيا والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر. نختم بهذا الخبر الرياضي، إذ يحتضن قصر الرياضة بالمنزه بعد غد السبت مباراة كأس الكؤوس الأكابر في كرة السلة، والذي سيجمع انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال النادي الإفريقي صاحب ثنائية الموسم الماضي بالنجم الرياضي الساحلي. أما لدى السيدات فيواجه نادي شرطة المرور فريق النادي الرياضي الصفاقسي. إذن مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الشرطة الفرنسية تحدد مكان المتهمين في اعتداء شارلي إبدو وتواصل موجة التنديدات الدولية. تونس تتسلم طائرة نقل ثانية لتعزيز القدرات العملياتية لجيش الطيران. ومحكمة الاستئناف العسكرية تؤجل النظر في قضية شهداء الثورة وجرحاها بدوز إلى فيبري القادم. وفي الختام شكرا لتي بالمتابعة، إلى اللقاء.